منذ سنين طوال تعاني قرية العوارة التابعة إلى ناحية الحسينية غرب كربلاء من شحة مياه الشرب، مما سبب مشاكل عدة أبرزها ظهور الأمراض الجلدية التي تفشت بين الأهالي. أشوف له أشوف أشوف عينك بعد بالقدور، وانت الكلاب تاكل وتشرب ويانا ونسبح منه، تمرضت العوايل، الله وكيلك تمرضت. بس ما عندنا بحكاي، شد بعد يقول قلنا عود حكومتنا هاي الزينه تسوي لنا، نبدق على الله وعليهم ماكو. تعال انت زين، هو الحصر عليه ربع دينار يقدر يجي رساله مع المي؟ ليش مو جارين للرحاليه؟ مو جارين الشذاذه؟ هسه احنا بشذاذه، انا تدري ايش اصيح لهي المنطقه؟ اصيح لربع الخالي، يعني ربع الخالي ما بيه سكان منتهين. طبعا اسمها منطقة العوارة تابعة لمسلمان ناحية الحسينية. هاي المنطقة من 91 لحد الآن ساكنة 400 نفر بها، 400 عائلة ما عندهم مي. تجي الحكومة يقول لك هذا تقشف. احنا هسه ناس اهالي والله بسطاء قاعد نروح ندعي لهم، والحكومة قاعدة ساكتة. تروح لابو المي، ابو المي يقول لك ماكو امكانية. هسه الامكانية التقشف صار لها من 2014، نقول 2015. هسه احنا من 91 لحد الان ما عندهم مي. وجانا مدير مي كربلاء هنا وقال شغلتكم بسيطة، هي كلها 510 متر. ها؟ وقال شغلتكم بسيطة، بس يشتغل المي الموحد نعطيكم مي. ها؟ ولحد الآن لا مدير مي كربلاء، لا محافظ المحافظة متغيروا ماكو، واحنا ضالين ندق بيبان ما حد. وشغلتنا بسيطة، يعني بسيطة 510 متر ما يصلنا مي. قلة التخصيصات المالية سبب رجحته مديرية ناحية الحسينية لعدم وصول المياه الصالحة للشرب لهذه المنطقة، إضافة إلى وجود معوقات كبيرة أمام إنجاز هذا المشروع. يعني منطقة محيصة والمنطقة في محيطة بها من منطقة المفرق ومنطقة شاب السرحان، وصولا للعوارة إلى المفرق بمسافة 3 كيلومتر تفتقر إلى خطوط ناقلة. أوعزت مديرية ماء كربلاء إلى الجهات المختصة ورفعت الكشوفات الخاصة لعام 2013، وتمت إحالة العمل من قبل مجلس محافظة كربلاء عن طريق تنمية الأقاليم سيد المحافظ، وباشر المقاول واستبشرنا خيرا. لكن العائق المالي والظروف اللي تحيط بالبلد بسبب توقف السيولة النقدية في البلد تعثر المقاولة ولم يكتمل العمل من قبل المقاول، وهذا الحال اللي أدى لعدم اكتمال الخطوط الناقلة وإيصال الماء. منطقة هي منطقة العوارة تابعة لناحية الحسينية، بها شحة مياه شرب ويسكنها أكثر من 40 بيت، وهاي يعني المعاناة عندهم تقريبا من 91. ومن خلال لقاءاتنا ومن خلال كلام المسؤولين يعني كلام غير مبرر، يعني غير واقعي. يعني يقول لك المي ما يصعد، المي ما يوصل، المي يعني ماكو مبرر انه هاي المنطقه ما بيها مي. نطالب بايصال الماء، ما ان احنا ما مسؤولين عنه ليش شنو سبب معوقات المي، احنا ما مسؤولين عن المعوقات. ويمر نهر الفرات بكربلاء ونواحيها من دون ان يكون ذلك سببا لتخفيف أزمة المياه بالمحافظة. من كربلاء، قناة صلاح الدين الفضائية.